الوها واهلا بيكم على قناة سمر تايم. النهاردة حابة اعمل لكم فيديو سريع عن الملح، لان لاحظت مؤخرا في السوبر ماركت بقى فيه انواع كتير جدا من الملح، بقى فيه ملح البحر وملح الكوشر وملح الهيمالايا وملح اسود وملح بامبي وحاجات كتيرة جدا. فحبيت اعمل لكم فيديو اركز فيه عن اكتر او اشهر نوعين من الملح اللي احنا ممكن نكون بنستعملهم بصفة يومية وممكن نتلخبط بينهم جدا ويبوظولنا الاكل واحنا ما نبقاش عارفين الاكل باظ من ايه. فنوعين الملح اللي انا هتكلم عنهم النهارده هو السي سولت اللي على اليمين والكوشر سولت اللي على الشمال. ايه الفرق ما بينهم؟ اولا الاتنين ملح، في الاول وفي الاخر هما ملح استخداماتهم ان هما بيملحوا الاكل. النسب اللي هي القيمة الغذائية اللي فيهم هي ما فيهاش اي فرق. المصدر واحد، هما الاتنين جايين من مية البحر. الفرق الوحيد بس هو نسبة الصوديوم، ان ملح البحر فيه نسبة صوديوم اعلى من ملح الكوشر. فليه مهم ان احنا نعرف الموضوع دوت؟ لان لو انت مثلا حد بيحاول ان هو يقلل نسبة الصوديوم في اكله، يبقى يعني مناسب له اكتر ان يستعمل ملح الكوشر. لان لو انا بصيت ان هو ملح الكوشر ربع المعلقة فيها 480 ملي جرام من الصوديوم، في حين ان ملح البحر نفس ربع المعلقة برضو فيها 550 ملي جرام من الصوديوم، فنسبة الصوديوم هنا اعلى. تمام، ده اول فرق. تاني فرق هو شكل الحباية بتاعت الملح. لو شفتوا هنا هوت، ده الملح اللي هو ملح البحر، هتلاقوه شكله انعم من الملح بتاع الكوشر. هتلاحظوا برضو ان حبات، يعني الكاميرا ممكن ما تكونش مبينه بس لو في زوم اكبر، حبات الملح البحر بتكون كلها شكل واحد، يعني كلها بتبقى تقريبا زي المكعبات كده الصغيره. اما ملح الكوشر بتبقى الحبايه بتاعته مش متساويه، يعني بيبقى في حبات كبيره وحبات صغيره ومربعه ومستطيله، ما بيبقاش متساوي. اغلب المطاعم واغلب الشفات بيحبوا ان هم يطبخوا ملح الكوشر علشان التكستشر بتاعه ده او التركيب بتاعه ده، لان هو تركيبه دوت الحبايه الكبيره والحجم اللي مش متساوي بيبقى سهل ان انت تستعمليه وترشيه على الاكل بسرعه. اما الملح اللي هو السي سولت او ملح البحر، لانه بيبقى ناعم فبيبقى صعب جدا في التعامل، علشان كده في اغلب الاحوال بيستعملوه على الترابيزات. يعني لو رحتوا مطاعم او كده، اي ملح بيبقى في العبوات اللي بتبقى على الملح والفلفل اللي بيبقى على الترابيزه بيبقى اغلبهم ملح بحر مش ملح كوشر. فرق التالت برضو ان الملح البحر بيحدق اكتر من ملح الكوشر، لانه حبته كونها ان هي صغيره بتدوب اسرع، فبالتالي بتحدق الاكل اسرع. اما ملح الكشري لان حبته بتبقى كبيره فما بيدوبش بسرعه، وده لسبب التسميه بتاعته ان هو كشر، اللي هو يعني دي كلمه يهوديه اصلا، معناها انه الاكل ده مناسب للتقاليد اليهوديه. وزمان ايام ما كانوا بيطبخوا اللحمه وكده، كانوا بيستعملوا الكشر سولت لانه حبته كبيره فما بتدوبش بسرعه، فده بيساعد ان هو يمتص الدم من لما كانوا بيغسلوا اللحوم. يعني زمان كان بيمتص الدم من اللحمه لانه مش بيدوب بسرعه، فعشان كده سموه كوشر. بس فدول اكتر فروق بين ملح البحر وملح الكوشر. انا شخصيا بحب ملح الكوشر لانه زي ما قلت بنسبه الصوديوم فيه قليله، ثانيا بيبقى سهل في التعامل، وثالثا كمان بحب شكله في الاكل. يعني لما تبقي مثلا طبخه اكله وتروحي رش عليها رشه ملح كده في الاخر، بيفضل ما بيدوبش بسرعه فبيدي الاكل شكل احلى. بس انما هما الاثنين وفي الاول وفي الاخر ملح عادي جدا. اهم حاجه بس خلي بالك ان زي ما قلت ملح البحر بيحدق اكتر من ملح الكوشر لانه بيدوب بسرعه، فلو عندك وصفه بتطلب ملح بحر او معلقه من ملح البحر يبقى لازم تستعملي ملح بحر. لو الوصفه بتقولك معلقه من الكوشر يبقى استعملي كوشر. لو ما عندكيش نوع الملح اللي موجود في الوصفه، يبقى لو انت الوصفه عندك طلبت معلقه من ملح البحر، معناه ان انت هتستعملي نسبة اكتر من ملح الكوشر. لان زي ما قلت ملح الكوشر ما بيحدقش قوي، فلو انت محتاجة معلقة هتبقي محتاجة على الاقل معلقة ونص من الملح الكوشر دوت، لو هو ده اللي انت بتستعمليه او هو ده اللي عندك.
لو الوصفة طلبت معلقة من ملح الكوشر وانت ما عندكيش غير ملح بحر، يبقى محتاجة تستعملي نسبة اقل من ملح الكوشر، هتستعملي نص معلقة تقريبا مش معلقة، لان هيبقى نسبة الحدوقية اكتر من ملح البحر. تمام، بس اتمنى الفيديو يكون فاتكو وحاجة يعني مختلفة شوية عن المحتوى اللي انا في العادي بقدمه على القناة، بس يعني معلومة فادتني جدا وقلت اكيد هتفيد ناس تانية بالذات لو بتحبوا الطبخ. فقوليلي اذا كانت المعلومة دي انتوا تعرفوها ولا لا، وايه انواع الملح التانية اللي انتوا بتشوفوها في السوق وعايزين تعرفوا استخداماتها، وهشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. مع السلامة.